عشان نطلع كتير مرتب وكتير طيب الخيار نفس الشيء اعملوا نفس الشيء قطعة صغيرة والبصل نعمل من قشره ونعمله إلى نصفين وكمان الأربعة بنعمله مثل ما انتم شايفين السوم فقط بنرفع القشر القرنبيط نعمل قطع صغيرة الليمون نعمله ثلاث قطع وبعدين نعمله الى اربعة هيك إيه اصبح كله جاهز ممكن ممكن نوضع بالعود الشواء او بخلة الاسنان العود تبع الاسنان هذا هو اختياري ولكن منظر مرتب وممكن على الوجبة الواحد ياخد واحد عود مشكل في كل شيء ممكن خلة الاسنان لكل لتر ماء خل من أي نوع متوفر عندكم نصف كوب عشر معالق طعام مية جرام ملح ربع كوب خمس معالق طعام أي نوع خل متوفر عندكم أبيض أو أحمر أي نوع متوفر عندكم نقلب جيد عند الغليان نغلق الحرارة نغلق الحرارة ونوضع الخضروات وبنغلق الوعاء جيد وممكن نوضع فوق منه قطعة إجماش وممكن احنا نعمل كل شيء كل نوع لوحده نعمل ممكن نعمل نفس الطريقة كل نوع لوحده هذا خيار يعني في ناس بتحب البصل في ناس ما بتحب البصل حسب رغبتكم هيك أصبح جاهز بعد ما برد تماما لازم يبرد تماما هيك جاهز للتقديم ولكن يعني يفضل انه بعد يومين بكون الطعم اطيب واطيب ولكن هيك هو جاهز للتقديم تقريبا بعد ما برد تماما ممكن ياخذ ست ساعات 8 ساعات حسب المهم يبرد تماما بنعبيه وعاء زجاج محكم الاغلاق يكون معقم ونظيف محكم الاغلاق وبنوضع الماء هيك أصبح جاهز والبصل أصبح جاهز بعد تقريبا ست ساعات مهم إنه يبرد الماء بكون جاهز للتقديم لو كان بعد يوم أو يومين بكون الطعم أطيب وأطيب ثلاثة أيام أطيب بكون الطعم هذا هيك جاهز تقريبا بعد ست ساعات والطعم روعة في أمان الله تزرونا بوصة جديدة أتمنى الاشتراك بالقناة شكرا كثير لكم إذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك مع السلامه